اللهم اغفر له وارحمه الله يرحمك كان طيب كان ما يغفر الطريق من عشيتي يا مصطفى ذبحني يا غرد طبعا هذا وقع حال في برنامج تيك توك كذبة من بعض الناس التيوثين الذي ما يسوى الجزم وعزكم الله ما أنا داري ما هالعقول الذي مع بعض الناس يجي ينشر لك واحد إنه مات ومشي مشهور يشتهر ويعلقون ناس عنده وجو طيب ومحترم ويعلقون ناس عنده عليكم اللعنة لا فيكم رجال يعني من شان تعليق ولا منشر ولا متابعين ولا إجابات يعني بتدخل الناس في متاهات ومجابر فاضية هذا أمس نشروا فيديو لما يلعب سيني ماتوا فيها مرض سرطان بعدين يمنين وعاد بيدخلوا يعني في آلاء الله ويقولوا لك إذا أنت تحب الله اضغط لايك وإذا أنت تحب النبي اضغط إعجاب وإذا أنت تحب دريما فعل كذا والشيطان يمنعك يعني مجابر ما عاد ترينا ما هو ذا المجابر من هذول الناس ما هي العقول اللي معاهم البايخة عليكم الله أنا هذول ما فيهم شيء إسلام ولا فيهم دين والله ما أفكر بقى إيش من عقول معاهم ما أفكر بهذا التفكير لو قبل يدخل من ظهر الإعجابات من ظهر متابع المليار لعن الله لعنكم الله بس حسبنا الله ونعم الوكيل ومن عدنا داري